الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للإمام أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. فصل في أحكام إحياء الموات، وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير، هو هنا تعود على ايه؟ على الاحياء ولا على الموات؟ تعود على الموات من حيث التعريف، يعني في احكام احياء الموات. ايه هو الموات؟ يقول لك وهو، يبقى بيعرف الموات مش بيعرف الاحياء. وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير، الامام الرافعي شرح كتاب الوجيز للامام الغزالي شرحين، شرح صغير وشرح كبير، كويس؟ الوجيز للإمام الغزالي مختصر المبسوط للإمام الغزالي، والمبسوط للإمام الغزالي مختصر لإيه؟ لكتاب الإمام الجويني في فقه السادة الشافعي، كتاب كبير كتبه الإمام الجويني إمام الحرمين، فكتبه الإمام الغزالي في كتاب سماه المبسوط، ولما لقى المبسوط كبير فاختصره في الوجيز، فقال الإمام الرافعي شرح الوجيز شرحين، شرح كبير وشرح صغير. الشرح الكبير سماه الشرح اسمه العزيز في شرح الوجيز، ده الشرح الكبير. هنا بقى الرافع في الشرح الصغير لكتاب الوجيز للإمام الغزالي، قال أرض لا مالك لها. يبقى أرض لا مالك لها بيتكلم على الموات، يبقى هنا دي هو دي تعود، لأن هو تحتمل أنها تعود على الإحياء تعود على الموات، فلازم تبص إن الضمير يعود على إيه من خلال السياق، وعود الضمير ده أمر مهم جدا في فهم كتب إيه الفقهاء القدامى، لأن أحيانا يذكر لك جملة كبيرة فيها أسماء كثيرة وبعدين يقول لك ضمير واحد، فتشوف أنت الضمير يعود على أي حاجة يقصدها، فعود الضمير ده يحتاج شيخ. علشان كده هم كانوا يقصدوا هذا الإلغاز حتى لا يقرأها الطالب بغير شيخ، حتى يعني إيه تلتبس على القارئ المنفرد، لأنهم يريدوا أن يأخذ العلم لا من الكتاب بل من الشيخ، فكانوا يلغزوا بالضمائر. يوم يجي الطالب يقول لك ما انا الكتاب مطبوع اما اجيبه، يجي يقرا يلاقي نفسه مش فاهم حاجه، يقوم يضطر يروح للشيخ. فهمت؟ ادي دي اسلوب طريقه التاليف في القرن الثامن الهجري والتاسع الهجري والعاشر الهجري. كانوا بيختاروا بالطريقه دي اللي هي المختصرات والامور اللي فيها ايجاز، حتى يحتاج لما ابتدى بعد كده المطابع جت والشروح كثرت، الناس استغنت عن المشايخ بالمطبعه، فيروح يجيب الكتاب يقراه لوحده، فكل واحد يفهم فهم لوحده. وده المصيبه اللي احنا كنا بنعاني فيها في الفتره الاخيره وما زلنا نعاني منها، ان كل واحد فاهم الفقه الاسلامي بطريقه مختلفه وفاهم الاسلام بطريقه مختلفة، لان كل واحد جاب كتابين ثلاثه من المعرض وحطهم جنب سريره يقرا فيهم قبل ما ينام كل يوم. فهمت؟ وما قراش بقى الشيخ، فدي المصيبه. فخد بالك الكلام ده مهم. يعني وجود المشايخ مهم لبقاء العلم مش الكتب على فكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من علامات الساعة يرفع العلم، فقالوا كيف يرفع العلم والكتب موجودة والقرآن معانا والسنة مجموعة وكله؟ قال بقبض العلماء. رفع العلم بإيه؟ لأن الكتب موجودة، لكن لو العلماء ماتوا مين اللي هيفهم الناس اللي في الكتب؟ فهمت؟ يبقى بيقول وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، وإحياء الموات جائز بشرطين. يبقى معناه إن في أرض فراغ ملهاش مالك والناس مش بتنتفع بيها، بلغة المصريين خرابة، زي الصحراء الغربية والشرقية في مصر هنا مثلا، تمشي مئات الكيلومترات ما فيش فيها بني ادم عايش، صح؟ فيجي واحد يخش ياخد له كام فدان يحوطهم ويبتدي يشتغل فيهم يطلع ينتج منهم حاجه، اما بقى معادن يستخرج معادن، اما يزرع يعمل مصنع يعمل مدينه ويسكن الناس فيها،
يعمل اي حاجة يبقى اسمه احيا هذا الميت. كأن الارض دي الغير منتفع بها شبهها بالانسان الميت، فالانسان الميت لا ينتفع به. فهو في نوع من الايه الاستعارة التصريحية والكنايات والكده من البديع يعني في لغة العرب. فقال ايه واحياء الموات جائز بشرطين. وجائز هنا بمعنى مشروع، يعني شرع في الاسلام بمعنى مشروع، وهو يدور بين الاستحباب وبين الاباحة. واضح؟ فهو يدور بين الاستحباب والاباحة. فما نقول جائز يعني مشروع، شرع. ومشروع يعني ايه؟ يعني يحتمل ان يكون جائزا يعني مباحا، ويحتمل ان يكون مستحبا، ويحتمل ان يكون واجبا. فالجائز في الشرع معناه يحتمل ثلاث احكام، اما الاباحة او الاستحباب او الوجوب. فهمت بقى؟ فما بيقول لك وهو واحياء الموات جائز، نقول مشروع. ليه قلنا مشروع ما قلناش بحكم واحد؟ لانه هو احيانا يكون مباحا واحيانا يكون مستحبا. والاستحباب ورد في احاديث، ورد رواه الامام النسائي اللي قرأ معنا سنن النسائي زمان، ان من احيا ارضا فاكل منها انسان او حيوان او دابة او انتفع منها اي انسان كان له صدقة. ولا بد ان الصدقة حكمها في الاسلام ايه؟ مستحب. عشان كده قلنا ان احياء الموات ايه؟ مستحب بدليل الاحاديث دي. لكن هو اصله الاباحة، اصله الاباحة. لما ينبني عليه بعد كده صدقة جارية وثواب، شوف العمال هتشتغل وتاخد اجور وبيوت تتفتح. فهمت ازاي؟ واسواق تتفتح وتجار يتاجروا. كل دي يعني وكانت الارض دي خرابة ليس فيها احد، فاللي احياها ياخد ثواب كل الحاجات دي كلها. عشان طالما ياخد ثواب يبقى مستحب ده. طالما هينبني عليه ثواب يبقى مستحب. واحياء الموات جائز بشرطين، احدهما ان يكون المحيي مسلم. قبل ما نرجع نيجي للحته دي مهمه، بيقول لك ارض لا مالك لها. في الاول المواد ده الشيء الميت ده ارض لا مالك لها. الارض في الاسلام بتقسم اربعه احتمالات، اما ملكيه عامه زي الشوارع دي ملكيه عامه كل الناس بتحتاجها، واخد بالك؟ زي الحدائق العامة، وزي المساجد، وزي المصالح الحكومية اللي بتؤدي فيها مصالح هنا، وزي المحاكم وأقسام الشرطة. كل دي ملكية عامة بيحتاجها كل الناس، مش كده برضو؟ وحتى الملكية العامة جزء منها بيبقى حكومي، يعني داخل نطاق الحكومة، وبعضها ايه للناس تستعمله، واخد بالك؟ تحت إشراف الحكومة. يبقى إما ملكية عامة أو ملكية خاصة، والملكية الخاصة يعني أنا أملكه وأنت تملكه، كل واحد الافراد يعني. يبقى اما ملكيه عامه او ملكيه خاصه، واخد بالك؟ او حريم لهما. حريم لهما يعني ايه؟ يعني الجزء اللي المجاور للملكيه العامه او الخاصه يسمى حريم له. يعني انت مثلا بتشتري حته ارض بيبقى في رصيف قدام العماره بتاعتك، الرصيف ده حريم للعماره بتاعتك، محدش يجي يبني عليه، كانه تابع لملكيتك. فهمتني ازاي؟ يبقى يا اما ملك عام او خاص او حريم لهما. تيجي تروح معسكر جيش تلاقي في عده مباني لكن حواليها عده فدادين ارض ايه محوطه بسور، ده حريم لهذه المباني. فهمت ازاي؟ يبقى ده برضو ياخد حكم الملكيه العامه والخاصه، لان الحريم والشيء له حكم ما هو حريم له. تيجي تبني مسجد وتصوره بسور وتعمل ايه حديقه حوالين المسجد، لا حكم المسجد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الارض اما تكون ملكية عامة او ملكية خاصة او حريم لهما، كويس؟ او غير ذلك. الغير ذلك هو المواد بقى. فهمت؟ اللي هو الرابع، اللي هو القسم الرابع. فهمت بقى المسألة؟ اما يقول لك ايه ارض لا مالك لها، نعرف ايه؟ نعرف ان هي لا ملكية عامة ولا ملكية خاصة ولا حريم لهما، يبقى دي اسمها ايه؟ مواد. تيجي في الحتة دي بقى وتشتغل. طيب علشان اشتغل محتاج بقى ايه؟ شرطين. عشان اشتغل بقى واروح محتاج شرطين. اول حاجة ان يكون المحيي مسلما. ده في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين المحيي يبقى مسلم، كويس؟ ده في بلاد المسلمين. خد بالك ان في النظام الحديث والدولة المدنية الحديثة يتغير هذا. يبقى ان يكون المحيي مواطنا، هنغيرها بقى، يبقى مواطن. يعني ما يجيش مصر، في بلد مصر بحدود مصر يجي لي واحد سعودي ويحيي موات
في ارض مصريه، لانه هو مش مواطن مصر، فهمتني؟ ولو كان مسلم. ليه؟ لان الوقت بقت في حاجات اقسام جديده، تقسيمات جديده للمجتمعات، فتغيرت الاحكام. ايام ما كان بيقول كده كان في خلافه، ومفيش ايه سايكس بيكو لسه ما طلعتش، فهمتني ازاي؟ وكان كل بلاد المسلمين يقعد في اي حته، انا بقى مصري واقعد في الشام، والاقي مواد في الشام اقعد ازرع فيه واعمل فيه ما يجراش حاجه ابقى ملكي. دلوقتي لا، انا لو رحت الشام وعملت حاجه زي دي يقول لي لا انت مصري، طب زورك مصري مش الشام، امشي، ما تعملش كده. فهمت؟ يبقى لازم ناخد بالنا ان الفقه قد تتغير احكامه بتغير النظم. فهمتني ازاي؟ فما تيجي تنقل، يبقى احنا نقول ان يكون المحيي ايه؟ مواطنا. خدت بالك ازاي؟ متجنسا بجنسية البلد اللي هو عايش فيه. فهمت ازاي؟ وبالتالي لو مسيحي مصري، مواطن مصري مسيحي ومعاه رقم قومي، ممكن يحيي مواتي. فلما يجي العيال السلفية يقروا الكتاب ده ويلاقي واحد مسيحي يحيي مواتي يروح يذبحه، لأن الشيخ بيقول مسلما، لأنه مش مدرك تغير الواقع. فهمتني بقى؟ ولو وافق له الحاكم يقول لك الحاكم كافر، بيمكن المسيحيين ان هم يحيوا موات في بلاد الاسلام. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لازم الفقه تبقى تراعي تغير الاحكام بتغير الواقع، لان الامام الشافعي بيقول لك العاده محكمه، لان ده يدخل تحت ايه؟ قاعده العاده محكمه. فمش هينبهك التغيرات دي الا الشيخ، لو قريت من كتاب من غير الشيخ مش هتعرف، مش هتعرف تحول هذه القواعد الى فقه معاصر. فهمت ازاي؟ بل قد يجعلك لو قرأتها منفردا انك انت تناقض الفكر المعاصر وتعاديه وتعمل فرقة، تقول لك فرقة الجهاد الاسلامي. ليه؟ علشان عايزين نرجع الفقه زي ما كان من 800 سنة، وتغيرت الوضع من 800 سنة. فهمت ازاي؟ وده اللي احنا بنعانيه الان. يبقى ان يكون المحيي مسلما، نحط فوقها الان يبقى مواطنا. واخد بالك ازاي؟ لان احنا دلوقتي العلاقه بين غير المسلم وغير المسلم في البلد الواحده يسموها علاقه المواطنه. واضح؟ بقت اسمها علاقه المواطنه، مش علاقه الذمه. ما فيش بيدفعش جزيه. ما بقاش في علاقه ذمه. زمان يقول لك ذمي. دلوقتي يقول لك مواطن. فهمت بقى المساله؟ فيسن له احياء الارض الميته سواء اذن له الامام ام لا. كان زمان كده، لأن الإمام ليس له سلطان على كل الأرض. الإمام مش شايف إلا المعمور من الأرض، لأن وسائل الاتصال والمواصلات والانتقال كانت ضيقة. لكن دلوقتي كل حاجة متصورة بالقمر الصناعي، ده كل شبر متصور. فيبقى إيه؟ لازم بإذن الإمام دلوقتي. الإمام اللي هو رئيس هذه البقعة. كان زمان يقول لك مش شرط تعرف الإمام، لأن الإمام مش مدرك كل شبر تحت حكمه، لأنه يدرك المعمور من الأرض ولا يدرك ايه غير المعمور من الارض. وبالتالي سواء اذن الامام ولا اذن، ده زمان. طب دلوقتي لابد من اذن الامام، والا الحكومه تخالف. يعني لو خدت انت حته ارض ما حدش شايفها، تيجي لك الحكومه ولو بعد 10 سنين يقول لك ايه ده؟ مين فين التصريح بتاعك؟ فين الورق؟ فين مش عارف ايه؟ يطردوك. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى لازم نراعي مثل هذه الاحكام وتغيرها من خلال قراءه الكتب القديمه ومراعاه الواقع التي الفت فيه، ومراعاة الواقع التي ايه؟ نقرأها فيه. فهمت بقى؟ ادي نظرة الفقيه المعاصر. هذه معنى تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني مش التفريط في الدين ولا الافراط في التعصب، بل هو مراعاة الاحكام الشرعية مع تغير الواقع وتحقيق مقاصد الشرع. فهمت ازاي؟ هو ده الخطاب الديني المظبوط. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ايه؟ ان يكون المحيي مسلما، قلنا نخليها مواطنا. كويس؟ فيسن له، يسن يبقى يستحب. يبقى احياء المواد ايه؟ خلى الشيخ على الراي انه مستحب وليس مباح، لانه في الاصل اباحه ثم صار مستحبا لما ينبني عليه من ايه؟ من ثواب في عمل العاملين واكل الاكلين وايه؟ ورزق المرزوقين. واضح؟ فيسن له احياء الارض الميته. ممكن تقول الميته بالتشديد، ممكن تقول الميته، الاثنين صح لغتين. سواء أذن له الإمام أم لا، نقول الآن في العصر الحديث لابد من إذن الإمام، والإمام اللي هي الحكومة، الوقت النظم الحكومية اللي هي القوانين، مراعاة للقوانين اللي احنا نسميها الوقت سيادة القانون، ومش القانون والحاجات دي، لأن القانون ده عبارة عن عقد اجتماعي، وربنا قال أوفوا بالعقود،
فهمت؟ احنا اتفقنا على ان القانون ده هينظم حياتنا، يبقى ديني يقول لي اوفي بهذا العقد، فهمت؟ فلو خالفت القانون ابقى اثم شرعا، فهمت بقى المساله؟ فالتلاعب بالقانون احيانا كثير من الناس تتلاعب بالقانون وتتهرب من القانون وتظن ان هذا جائز شرعا، لا ده حرام شرعا. لماذا؟ لانك لم توفي بالعقد الاجتماعي. واضح؟ يبقى سواء اذن له الامام ام لا، نكتب كده في العصر الحديث الان، تبقى لابد من اذن الامام، والامام هو الحاكم، والحاكم هو الحكومة، والحكومة هي القانون. شوف قد ايه تتغير المسائل. اللهم الا ان يتعلق بالموات حق، الا ان لو تعلق بالموات حق حمى الامام قطعة منه، يعني جاء مثلا الجيش او الشرطة او وزارة القضاء العالي او وزارة التعليم، حوطت جزء كده وقالت احنا ده هنديه امتداد للجامعة، فهمت ازاي؟ او هنعمله ده امتداد للمحاكم اللي احنا هنحتاجها، او ده تبع منطقة التجنيد، يبقى كده حمل حمام الامام، خد جزء خلاه حمله. كان زمان بيعملها الامام ايام ما كان في راعي، يقول لك عشان ترعى فيه ابل الصدقة. دلوقتي ما بقاش في ابل صدقة ولا في ابل بترعى اصلا، فهمت ازاي؟ إلا أن يتعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه فأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد والمستأمن، هي حقات بقى والمستأمن، وتنفع المستأمن حيث هو الذي طلب الأمان، فمستأمن ومستأمن يجوز الاثنين، ومعاهد ومعاهد تنفع الاثنين. معاهد يعني طلب أن يصير معاهدا، أو المعاهد يعني الذي وقع عليه العهد، تنفع الاثنين. اما الذمي وهو غير المسلم في بلاد المسلمين وبيدفع الجزية، وهذا غير موجود الان. والمعاهد والمستأمن فليس لهم الاحياء ولو اذن لهم الامام. ده كان زمان حيث كانت الاحكام مختلفة عن هذا. ليه؟ لان كان زمان الذمي لا يدافع عن ماله، بل يدافع عن ماله هو، يعني هو لا يدخل الشرطة ولا يدخل الجيش، لكن المسلمين مسؤولين بشرطتهم وجيشهم انهم يدافعوا عنه ويحموه، ومقابل هذه الحماية بيدفع ضريبة يسميها جزية، ضريبة حماية، واخد بالك ازاي؟ فالضريبة اسمها دي ضريبة الوقت، ما بقاش يدفعها واصبح بيدخل الجيش ويدخل الشرطة، خلاص يبقى بقى ايه؟ تختلف الاحكام، ما بقاش اسمه ذمي، اسمه مواطن. فهمتني بقى المسألة؟ الثاني أن تكون الأرض حرة، لم يجري عليها ملك لمسلم ولا لغيره، طبعا لمسلم ولا لغيره. يعني إيه الأرض حرة؟ يعني ما فيش في الأرض اللي بيحييها دي أثر يدل على أنها كانت مملوكة للغير قبل ذلك، فهمتني إزاي؟ يعني ما يروحش في أرض كان فيها سور ومتهدم وفيها بير ما كان محفور وبعدين بعد كده بقى مش باين صاحبه، لان دي تحتمل ان ليها اصحاب، فعليه انه يسأل مين وراثتهم ومين اصحابهم ومين ومين، خدت بالك ازاي؟ يبقى ان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، وممكن تقول ايه؟ ولغيره، ولغير مسلم كمان. وفي بعض النسخ ان تكون الارض حرة بس، وما فيش حتة ايه لم يجري عليها ملك لمسلم. يبقى لمسلم هنا جاي على سبيل الغلبة، وليس المقصود مسلم بس، مسلم او اي مالك، يعني خد بالك ازاي. والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا وهو الان خراب فهو لمالكه. يعني افرض ان انا عندي 5 فدادين ورثتهم من ايام جدي وسايبهم خراب كده وقاعد انا هنا في القاهرة، تفضل ملكي. ما يجيش واحد بقى في البلد يقول لك ما هو قاعد في القاهرة بقى يعمل عليها مشاريع، او ما ننزل في البلد بعد 5 6 سنين الاقيه قاعد عامل مشاريع فيها، وما ينفعش لان لها مالك، فهمت ازاي؟ فما ينفعش حتى ولو كانت خراب. عايز يعمرها طب يروح يستاذن مالكها يشتريها منه ياجرها منه، يتصرف بالعلاقات الاخرى اللي احنا اتفقنا عليها من الايجاره ومن البيع ومن الشراء ومن الهبه، في عقود كتيره اخرى ممكن يتصرف فيها، لكن ما تبقاش احياء موات، فهمت بقى المساله؟ والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا وهو الان خراب فهو لمالكه، ان عرف مسلما كان او ذميا، مسلما كان او ذميا،
أو مؤمنا أو معاهدا أو مواطنا، زود الحاجات دي كلها، لا حربيا. يعني يستثنى بس الحرب، فهمتني بقى ازاي؟ اللي يستثنى بس الحرب، لأن اللي بيحاربنا ماله غنيمة لنا، دي أحكام الحرب كده، لأن هو نفسه لو خد من مالي بياخده وما بيردهوليش، فهمت ازاي؟ يبقى أنا بعامله بالمثل، زي ما هو لو خد مالي وانتصر عليه ياخده ويتملكه، يبقى أنا كمان لو تمكنت من مالي أخده وأتملكه، ده في الحرب. إنما لو كان مؤمنا، مؤمنا زي إيه؟ زي الناس اللي بتبقى جايه بتاشيره واقامه رسمي، زي اللي بيجي بتاشيره واقامه، طالب بيجي يدرس واخد بالك، ده اسمه ايه؟ معاه تاشيره اقامه، والسايح جاي واخد تاشيره وبيعدي في البلاد، يبقى مؤمن، يبقى لا اعتدي عليه. والمعاهد اللي بيننا عهود، ولا يملك هذا الخراب بالاحياء، طالما له مالك، الخراب الذي له مالك لا يملك بالاحياء، واضح؟ طب افرض احياء والمالك ادرك هذا الامر بعد 10 سنين، يعمل ايه؟ يدفع له ايجار ال10 سنين، فاهم؟ يجي القاضي يشوف ان الارض دي لو اجرها واستعملها كان ايجارها في السنة يبقى قد ايه، ويضربها في 10 سنين ويديها لمالكها، ثم بعد ذلك اما المالك يدفع له ثمن ما بنى وترجع الملك ليه، يا اما يبيع له الارض مقابل انه يستفيد بما بناه وما يدفعلوش ايجار بعد كده، يعني يتم بينهم اتفاق بعد كده، يبقى ما مضى على سبيل الاجاره، طب والمستقبل على سبيل الاتفاق، فهمتني بقى المساله؟ لكن لا يتملكها ابدا الا بموافقه مالكها، اما يهبها له او يبيعها له او يؤجرها له او تستمر عقد الاجاره بينهم، واضح؟ افرض انه بنى عماره، ما هو انا عارف بنى من غير اذن، يبقى نعمل ايه الحل؟ مكلف برضه، مكلف التاني، هنقول له هدها؟ صعبه برضه، تضيع اموال الناس، يا اما بقى ايه، يدفع ايجار الارض دي كلها ويدفع مقابل كمان الانتفاع بهوائه، يا اما المالك يقول له خلاص العماره دي كلفتها كم مباني، خد واطلع منها لكش دعوه، تبقى العماره دي بتاعته، يا اما مش هيقابل هذا يبيع له الارض وما بناه عليها وبنيه، يبقى له كارض بس، فاهم؟ يعني المهم يحصل نوع من الاتفاق لفض النزاع بعقد شرعي، وليكن هبه، بيع، شراء، تنازل، اي حاجه. اللي بيكون دلوقتي بالهدم حضرتك، قرارات الهدم، قرارات الهدم الان، لان الاراضي مزروعه وهتضر البلاد، فاهم؟ وليست لها تصريح، واحيانا بيهدموا مباني مبنيه غلط وهتتهد على اصحابها لو سكنوا فيها، وغير مطابقه لمواصفات الامان، يبقى من وظيفه الحاكم ان هو يعني ايه، يامن الناس، وانت بتشوف عمارات بتتهد على سكانها، فدي مسؤوليه الحكام ان هم يراجعوا هذا، وفي مؤسسات كثيره في الدوله بتراجع وتاخد خبراء الهندسه يقولوا رايهم، وده خبير مش عارف يقول ايه، وفي الاخر على حسب هذا القرار القاضي بيحكم. حضرتك بيهدموا بس عشان الارض دي ملك ارض الحكومه، ارض الدوله، ارض ملك، يبقى ملكها الدوله، ملكتها، يا اما الدوله تدفع له مقابل المباني وتاخدها اذا كانت محتاجه بناء في هذا المكان، ما هو ما ينفعش يبني في حريم متعلق، ما احنا لسه بنقول ان الارض اما ملكيه عامه او ملكيه خاصه او حريم لهما او غير ذلك، هو دخل في الحريم بنى، فهمت ازاي؟ يخش في الازمه، قد يهدم وما يدفعلوش حاجه لانه تجرأ، فهمت ازاي؟ وقد تستفيد الحكومه بالبناء بتاعه فتدي له مقابل تعويض وتاخد البناء زي ما هو تستفيد، وقد تجد البناء غير مطابق للمواصفات ولا حل الا هدمه، تعمل ايه؟ فدي قضايا بقى معاصره بينظر فيها جهات المختلفه المتعدده، مش هنحلها في درس فقه، لكن قواعد الفقه تبقى في ذهن القاضي بحيث لا ضرر ولا ضرار، ويبتدي يحكم في كل قضية على حد. احنا نخلص الدرس الاول ممكن؟ احنا بس عايزين نفهم الحس الفقهي وطريقة الفهم اولا، هو ده المهم، مش مهم انك انت تحول هذا الدرس الى قوانين، احنا مش اهل تشريع على فكرة، ومش بنصن قوانين ولا قضاء، احنا بنفهم بس ان الفقه الاسلامي لم يترك صغيرة ولا كبيرة،
وأنه صالح لكل زمان ولكل مكان. هي دي المعلومة اللي لازم تعرفها من درس زي ده. مش مهمتي انك انا اطلعك قاضي شرعي ولا خبير استراتيجي ولا حاجة خالص، لكن فقط تزول من ذهنك شبهة اللي في اذهان كثير من الليبراليين ان الاسلام ده غير صالح لهذا الزمان. هو يقصد الاسلام اللي هو ايه؟ فهم هؤلاء الناس الضيق الافق. خد بالك، لان ابرزوا الاسلام بطريقة ضيقة الافق خلت الناس تكره الاسلام حتى تركت الصلاة. فهمتني بقى ازاي؟ احنا مش عايزين تبقى كده. فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية فهذا المعمور مال ضائع. الأمر فيه لرأي الإمام، يعني لقينا للأرض دي فيها أثر بناء قديم، والبناء القديم ده فيه زخارف إسلامية، يبقى ده مملوك إسلام. طب فين ملاكه؟ ما نعرفهمش. يبقى ده متروك لأمر الإمام. الإمام اللي هو الحكومة والقانون. شوف القانون نص على إيه في مثل هذه الأمور، ويبقى حكمه حكم حسب النص القانوني. فهمت بقى المسألة؟ وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء. جاهليا يعني آثار أيامهم، ما كانتش الآثار ليها قيمة أيام الفقهاء دول. ابتدى الناس تمر على الآثار كده ولا تشوف، والزخارف بتاع الآثار ما لهاش قيمة عندهم. فهمتني إزاي؟ الآن في العصر الحديث أصبحت الآثار لها قيمة معينة حضارية، وبيحفظوها ويدرسوها وبيعملوا عليها دراسات. يبقى الثاني حتى ولو كانت جاهلية في العصر بتاعنا لازم برضو بإذن الإمام. ليه؟ لأن الأراضي الأثرية الآن اللي هي الجاهلية القديمة لأيام الفراعنة أصبح لها قيمة الآن حضارية، ليست في البلد بس، ده على مستوى العالم، وفي منظمات بتنظر ليها قوانين مسنونة فيه. وبالتالي يبقى الجملة دي وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء، نقول كان زمان في العصر القديم حيث كانت الآثار لا قيمة لها، اما الان فلها قيمه ايه؟ بيعتبروها تاريخ حضاري. فهمتني ازاي؟ وبالتالي دي قابله للمناقشه، لان كل هذه التفاصيل على فكره فهم فقيه وليس نص شارع. كل التفاصيل دي ايه؟ فهم فقيه وليس نص شارع. وصفه الاحياء ما كان في العاده عماره للمحيا. صفه الاحياء هي اللي هو كل حاجه ما تكون سبب عماره، يعني انا هحييها هزرعها. الزراعه بتحتاج ايه؟ بتحتاج مورد مائي وارض خصبه ونباتات مزروعه واشجار. الحاجات اللي بتحتاجها الزراعه احيائها معروف. طب ولو كان مصنع، المصنع برضه بيحتاج مبنى معين والات معينه، واخد بالك، وهكذا. يبقى كل حاجه احيائها حسب النشاط اللي هتحييها فيه. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب، أنواع البناء لأيامهم. الوقت طبعا طرق البناء مختلفة. واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب، يبقى عامل لها باب. وإن أراد المحيي إحياء المواتي زريبة، زريبة دواب يعني إيه؟ تربية مواشي، فيكفي تحويط دون تحويط السكنة ولا يشترط السقف. رحمكم الله. وإن أراد المحيي إحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعل فيها. بكسح مستعجل، يعني الارض المزروعه لازم تبقى منبسطه، فلما تبقى في اماكن مرتفعه واماكن بتاع يبقى معناه يسوي الارض. واخد بالك ازاي؟ بكسح مستعل فيها وطم منخفض، يعني معناه يستسويه الارض. وترتيب ماء لها بشق ساقيه من بئر او حفر قناه، فان كفاها المطر المعتاد لم يحتاج لترتيب الماء على الصحيح. لو كانت الارض دي الري فيها بالمطر مش محتاج ان هو يجيب مورد ماء. واضح؟ وإن أراد المحيي إحياء الموات بستانا، بستان يعني شجر، فيجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة، ويشترط مع ذلك الغرس على المدى، غرس الأشجار يعني. واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، يعني الماء المملوك، الماء المملوك المختص للزراعة مثلا او لشيء معين
ايه مش مسؤول ان هو يعطيه ايه لغيره مطلقا، لا يجب بذله لمشيئة غيره مطلقا الا الفائض طبعا، الا الفائض، من منع فضل ماء فعليه لعنة الله والملكة والناس اجمعين. لو عنده ماء فاضل يبقى معلش ما يمنعوش، لكن لو عنده الماء على قدر نشاطه فلا يجب عليه ان هو نديه لغيره. فهمتني ازاي؟ وانما يجب بذل الماء بثلاثة شرائطه: ان يفضل عن حاجته اي صاحب المال الماء، فان لم يفضل بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره، والثاني ان يحتاج اليه غيره اما لنفسه او لبهيمته، هذا اذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء. يعني افرض ان انا عندي ماء في بئر فاضل وفي بجوار هذا الماء البئر اللي ملكي ارض مشاع لكل الناس فيها كلأ مباح، الناس ما تعرفش تبعت مشيتها تاكل من الكلأ ده الا لان المشية لو كلت لازم تشرب والا تتغني. فهمت؟ لو انا منعتهم فضل هذا الماء يبقى منعتهم الكلأ المباح. في الحالة دي لا امنعهم فضل الماء ليه؟ حتى لا امنعهم من الكلأ المباح، لان الناس ايه شركاء في الحاجات دي، مش كده؟ برضو في ثلاث الحديث المشهور من الكلأ. وبالتالي لو عندي انا فضل ماء بجوار كلأ مباح وجب علي بذله للناس، والا لو منعته منعتهم الرعي في الكلأ المباح. فهمت؟ والثالث ان يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر او عين. ده علشان ايه؟ يجب وزن الماء لو كان الماء في مقره وفاضل عن حق. لكن افرض ان انا نقلته في جراكن، يبقى انا حصته في جراكن. فهمت ازاي؟ في الحاله دي ممكن ابيعه، في الحاله دي ممكن ابيعه طالما انا حصته في ايه؟ في اوعيه. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، لم يجب بذله على الصحيح. خد بالك لم يجب، لكن يجوز إنه بذله من باب التطوع بقى، ويجوز بيعه، واخد بالك، ويجوز هبته. وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت منه، لأن لا ضرر ولا ضرار. قاعدة المذهب الشافعي إيه؟ الضرر يزال، الضرر يزال. فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة، استقى لها الرعاة يعني إيه؟ يعني ينقلوا المية من البئر لحتة بعيدة، لأن لو جت المشية على البئر هتضر زرعي. أو ما أقول للرعاة تعالوا خدوا أنتوا المية وخلوا المشية هناك وروحوا سوقهم بعيد عني، يعملوا لهم مساعي بعيد عني. فهمت إزاي؟ فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها الرعاة كما قال الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. لو قلنا يجب عليه البذل بالشروط دي يبقى معناه بذل بلا عوض، ما يبيعوش. فهمت ازاي؟ يعني ما ياخدش مقابل على الصحيح، يعني في مقابل للصحيح وجه انه له ان يأخذ العوض. فهمتني ازاي؟ وهو الوجه المرجوح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.